ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى أن فترتنا الخبرية ما تزال متواصلة، واصل الآن بفقرة ضيف نناقش فيها التطورات بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية، حيث طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا من أجل صد القوات الروسية والسماح له باستخدام هذه الأسلحة لضرب الأراضي الروسية، في وقت تكثف فيه موسكو عمليات القصف المدمر وتحرز تقدما في الجبهة الشرقية. متابعة لهذا الموضوع معنا من برلين عبد الرحمن عمار، أهلا بك معنا عبد الرحمن، صباح الخير. بداية، حضور زيلينسكي في اجتماع رامشتاين وحشده للدعم في مواجهة التقدم الروسي، هل برأيك هو مؤشر لكون الغرب ماض في تزويد أوكرانيا بالعتاد النوعي، تحديدا الصواريخ بعيدة المدى التي يطالب بها زيلينسكي لضرب العمق الروسي، وما السيناريوهات المحتملة في حال تحقق ذلك؟ صباح الخير فتح الله. بالعكس، هو صحيح على الأقل حسب النتائج التي ترتب عنها اجتماع أمس، لأن اجتماعات مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا لا تتم على مستوى قيادات البلدان، وزيلينسكي يحضر القمة لأول مرة منذ تأسيسها. هذا دليل على أن الوضع في الداخل الأوكراني حرج جدا، والحرب دخلت مرحلة جد حاسمة، وهو كما يقول بحاجة عاجلة إلى أسئلة نوعية، دبابات، طائرات، وصواريخ، وليس كل هذا، بل يريد الحصول على الضوء الأخضر لضرب أهداف في الداخل الروسي. وفي نهاية الجلسات في قاعدة رامشتاين غرب ألمانيا لم يحصل على كل ما جاء من أجله، وعود متواصلة بإمداده ببعض الأسلحة، حتى أن ألمانيا تقول سنسلمك 12 دبابة، 6 هذه السنة و6 في السنوات الأخرى. لماذا هذا البطء حتى في تنفيذ الوعود التي تقدم لزيلينسكي وللأوكران؟ لأن لا توجد أي دولة تريد أن تكون هي المبادرة، والكل ينتظر أن تقوم واشنطن بخطوات حتى تأتي وراءها. ثانيا، هناك تخوف كبير منذ البداية ولا يزال أن يدفع تسليم أسلحة نوعية لأوكرانيا تضرب بها أهداف في الداخل الروسي إلى أن تتوسع رقعة الحرب، وتدفع بوتين ربما إلى استخدام أسلحة جد متقدمة، ليس فقط لضرب أهداف في الداخل الأوكراني، ربما لتوسيع رقعة الحرب وتهديد أيضا بلدان أوروبية أخرى. نعم عبد الرحمن، لويد أوستن يقول إن الحل العسكري لن ينهي الصراع، لكن في هذا التوقيت بالذات ماذا يعني موقف وزير الدفاع الأمريكي من القاعدة الأمريكية في ألمانيا من اجتماع نحو 50 وزارة دفاع غربية تؤمن السلاح النوعي للجيش الأوكراني برأيك؟ كان الرهان الأمريكي وحتى الغربي وخصوصا حلف الناتو من خلال دعم أوكرانيا هو أن يتكبد بوتين خسارة في أسرع وقت ممكن، والعقوبات التي تم سنها ضده وحتى الدعم المالي والعسكري للأوكران إلى الآن لم يؤتي أكله، ولم يجعل الأوكران على الأقل يردعون روسيا. وإلى الآن بات الحديث عن سيناريو التفاوض مطروحا بشكل كبير، لكن الغربيون يريدون عندما يجلس زيلينسكي على طاولة التفاوض مع بوتين أن يكون من مركز قوة وليس من مركز ضعف، لأن الذهاب إلى المفاوضات السياسية وأنت ضعيف ستجعل الطرف الآخر بوتين في هذه الحالة يفرض مطالبه، وأحد أهم هذه المطالب هو أن السيطرة على مناطق شرق أوكرانيا، دونيتسك ولوهانسك إلى آخره، وأن يتخلى زيلينسكي عن مطلبه بخروج الروس من شبه جزيرة القرم، لكن إلى الآن ليس هناك استعداد أيضا في الطرف الآخر الروسي إلى الجلوس لطاولة المفاوضات. نعم. لأن الحديث عن المفاوضات السياسية فتح الله تقرأ من طرف بوتين بأنه في الطريق الصحيح.
نعم عبد الرحمن، واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تفوق 250 مليون دولار. هل هذه المساعدات برأيك هي كافية لكبح التقدم الروسي في الشرق الأوكراني في المرحلة المقبلة على الأقل؟ كما بينت التجارب منذ بداية الحرب، كل الدعم المالي وحتى العتاد العسكري الذي قدم لأوكرانيا لم يكفي، لأن بعض الدبابات تضرب مثلا أهدافا على بعد 30 كيلومتر فقط، وتيلينسكي يطالب بعتاد عسكري متقدم تتجاوز يعني طاقته آلاف الكيلومترات، وإلى الآن لا يزال هناك تريث أمريكي غربي في الإقدام على هذه الخطوة. لكن الكثير من الخبراء يقولون بأن الأمريكان وحلف الناتو يراقبون الوضع عندما يرون بأن بوتين يقترب من حسم المعركة، ربما تأتي هذه الخطوة، لأن لا أمريكا ولا الغرب يريدون أن يخسروا هذه المعركة التي أنفقوا فيها الكثير من الأموال والعتاد العسكري، وحتى أقنعوا شعوبهم بأنها حرب من أجل القيم الديمقراطية الغربية، ولا أحد يريد أن يخرج منها خاسرا، لا في أوروبا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن الشارع الأوروبي لا يدعم بما يكفي كل هذه الخطوات، بل هناك تظاهرات تدعو إلى الجلوس مع بوتين من أجل حل سلمي وسياسي لهذه القضية. نعم، في النسق الأوروبي في مواجهة يعني هذا التقدم الروسي، هناك خلافات بين الدول، بين الداعمة بشكل كبير لأوكرانيا في حربها على روسيا، وهناك من الدول التي تعارض هذه الحرب من الأساس، هي خلافات تذهب إلى حد الانقسام. برأيك كيف يمكن تجاوز هذه الانقسامات وتوحيد الصف الأوروبي، خصوصا في هذه المرحلة التي يحقق فيها الجيش الروسي تقدما كبيرا في الجبهة الأوكرانية؟ لو لم تشرف الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله على تنسيق مجموعة الاتصال وحتى كل المبادرات لدعم أوكرانيا لفشلت منذ البداية، وحضور الولايات المتحدة الأمريكية كان مهما ولا يزال من أجل تجاوز الكثير من الخلافات هناك داخل الاتحاد الأوروبي. حتى نتذكر أن أزمة كانت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، وتبادل الاتهامات بأن هذا الطرف لا يقدم الدعم الكافي مقارنة بالآخر. نرى في الجبهة الشرقية للقارة الأوروبية المجر مثلا هي ترفض مواصلة الدعم العسكري، لذلك فإن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا مهم أن تكون فيه الولايات المتحدة الأمريكية، يقول الكثير من الخبراء خروجها يعني فشل، والأوروبيون يعرفون إذا لم يدعموا الولايات المتحدة الأمريكية ويستجيبوا لمطالبها الآن فهي لن تحميهم، والمخاوف في عودة المحتملة لدونالد ترامب إلى السلطة الذي كان يهدد بالخروج من حلف الناتو ويقول للأوروبيين لن نؤمن مصالحكم وحدودكم، يجب أن تتحملوا هذه المسؤولية. يعني الخلافات لا. ستظل متواصلة، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقريب وجهة النظر بين الأوروبيين. نعم، قبل أيام عبد الرحمن كنا أمام تصريحات غير مسبوقة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، يقول فيه بأن المواقع العسكرية الروسية هي أهداف مشروعة. كيف يمكن أن تؤدي مثل هذه التصريحات إلى تأجيج يعني التوتر القائم بين روسيا وحلف شمال الأطلسي وربما إلى مواجهة مستقبلية؟ نعم، منذ البداية حلف الناتو كان يكرر ولا يزال بأن هذه حرب أوكرانية روسية وليست حربا غربية أوروبية روسية أو بين حلف الناتو وروسيا، حتى أن أحد النقاط الخلاف الأساسية هي انضمام محتمل لأوكرانيا لحلف الناتو، والناتو يؤجل هذه الخطوة. الآن ليس هناك أي استعداد لحلف الناتو للدخول في مواجهة مباشرة مع بوتين، يعرف الأوروبيون وحلف الناتو أن بوتين قد يستخدم أسلحة فتاكة وتنتشر رقعة الحرب، وهذا لا يريد أحد. تصريحات يمكن فقط قراءتها بأنها رمزية وليست ذات مصداقية في عمق. نعم.
نعم، ويتماشى أيضا مع كون بوتين يقول بأنه سيكون هناك تغيير في عقيدته فيما يتعلق باستخدام السلاح النووي. شكرا لك من برلين عبد الرحمن عمار على كل هذه الإضاءات والتوضيحات.